عسلامة 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 بس عليكم الحمد لله عايز نقول لأرواحكم ندى جات في من الجسرين ريحاب جات في من الجسرين اخوات نحن ديجا نحكيوا على الاخوات يتعاركوا ولا متفاهمين؟ نتعاركوا ديما اما متفاهمين مين طو اصحاب اكثر من الاخوات معنا ما خابوا شيء على بعضنا نتعاركوا اما نبقوا ديما اخوات معنا نقدروا بعضنا بالطبيعه هي اختي اصغر مني تقدرني وانا اكبر نقدروا بعضنا سيتو وكاو معنا هذا كي نلقاو الكبير يحب يحكم هو الكبير يحكم ديما اما في مصلحتنا يعني هو اكثر تجربه اكثر تجارب اكثر عشره في الحياه مش عشرة يعني انت ما تقلقش انه اختك تحكم فيك ولا تفرض عليك حاجه لا. هي ديجا تعرف مصلحتي اكثر مني شكون نقول لك ليه انا حر ونحب حدود تعطيني حدودي ما فوتهاش كأم حاجات لي انت تخلي لها الفو فير باش هي تنجم تعملهم الكل معاك نمشي مع شكون نخرج مع شكون نخالط كأم وانت تسالها مع شكون تخرج معاك بالطبيعه نسالها خاطر اختي اصغر مني بحكم مني فما حاجات يمكن هي مازالت ما عاشتهمش انا يمكن عشتها خاطر بحكم العمر نجم ننصحها اما ما نجمش نفرض عليها راي ننصحها بالحكم الاكسبيريونس اللي عندي بالحاجات الخايبه والباهي ميم طون عشت على خاطر بالخايب نتعلم وبالباهي نتعلم سيتو انا هذاك وديما نحبها ديما تمشي معناها في الطريق الصحيح وكاو قداش بيناتكم ديفيرونس؟ 5 سنين بيناتكم 5 سنين فرق العمر يعني بسيط ما يقلقش مش فرق كبير يعني بيناتنا فرق 5 سنين كهو عادة نلقوا فرق سن بين الأخوات مثلا يبدا أخو كبير برشا والأخت تبدا صغيرة ما يفهموش بعض ما همش لهم نفس العمر لهم نفس التفكير لحتى شيء أما نحن نفس كل شيء بننساوش أختكم الثالثة اللي موجودة راكوي يا ديك أختي الكبيرة وأمي وكل شيء معناها يعني بالحق أمي الثانية كل شيء معناها يعني خذينا كل شيء من عندها هي وديما تنصح فينا بالخايب بالباهي ديما تورينا الطريق الصحيح معناها نحن نروحوا تعطينا ما تتفهموش في اللبسة ما تتفهموش كيفاش هي مدينة وانا مانيش مدينة مرات تقولي لقصير لا لمعري لا رغم انها سيلفة لازم نفرض راي نلبسها نلبسها يعني ما عندكش مشكلة تحب تلبس كيف ما تحب ما اكثر حاجة نركز عليها اللبس نحب نلبس وانت ما عندكش مشكلة مع اللبس لا ما عنديش مشكلة جست كل شيء فما ليميت معناها دارنا الكل فما ليميت خط احمر يلزمنا ما نفوتوشو وكهو يلزم كلنا في بالنا اي حاجه باش نعملوها يلزم الناس الكل في بالها وكهو معناها مانيش نعملوا في حاجه غلطه ديجا في اخر حاجه معناها كل واحد عنده حريته شخصيه كل واحد يحب يعيش حياته بالطبيعه اما في نطاق ليميت في ديما نرجع للاصل وديما نرجع للصرف حسيتك انا حسيتك انت الاخت المتمرده مش عندي عندي كتاب نكتب في رواية اسمها المتمردة اسمي يعني ونكتب شعر زيادة عدت أمر يعني تقريبا أنا نجم القايم لعبين على خير عندك نظرة هكا ونكتب فيه على خاطر المجتمع ما يقبلش الطفلة اللي هكا لازم ديجا طريق المستقيم نحن نجم نعيشو هكا للحرب كيف نخرج ونحاوس لازم ثمانية خروج والمحويس ما هوش انحراف هذا مش انحراف بالمعنى الخايب لا انحراف بالمعنى العقلية كهو كيف فيه زاد الكتاب على قصة حياتي ايش نوع من السيرة الذاتية ايش لخصها قصة حياتي اخطونا الكتاب نعم كل في راسي هكا وبعد تهبط على راسي بالاخر نعمل مسؤوليتي ما تخليها لازم تحمل مسؤولية مش حتى حد يتحمل مسؤولية غيري اخواتك هنا يعاونوك في كل شيء يعاونوك انك تتحمل المسؤولية بعد ما تبلبز هكا شوي المكثرية الحب معناها يحبوني لازمهم يتحملوا مسؤوليتي حتى كان غلطت نقطة اختهم الصغيرة قبل ما تقدم على لك العملة هذيك تحكي لهم عليها ولا انت بعد ما تعملها وصيفت الفوت تمشي تحكي
بعد ما نعملها ونصدمهم بالكارثه اللي عملتها وهما نحطهم قدام الامر الواقع سيبوا عملت راني العامله. عادي ولها اختكم يعني صغيره. يا بالطبيعه انا بلي نتغشوا منها ونص البريود ما نكلمهاش. اما ذاك هو معناها غلطت تتحمل مسؤوليتها، كل واحد يتحمل مسؤوليه افعاله، ما نلومهاش انا علاش عملت كيكة ولا كيفاش وعلى اما تتحمل مسؤوليتها في الاخر معناها هكا. اكثر حاجه هكا عملتها حاجه خلينا نقولوا خطيره. الوشيم في يدها ولا اختي الكبيره وقطع عامين ما تحكيش مع اختي الكبيره وقطع عامين ما تحكيش ليه ما يا اختهم الكبيره لاباس لاباسكم لاباس الحمد لله عايشك. وعلى اكبر غلطه عملتها اختك الصغيره؟ شوف هو راي في الحياه زعما اكيد في الحياه ديما فما في الدنيا ديما فما استثناءات من غير ما ندخلوا في برشا تفاصيل. ديجا هي غلطه وما عادش تعاود بقدره الله، وهذيك انا بقيت عامين ما نحكيش معها على خاطر انا بالاخر تقبلت الوضع تقبلت اني نام انا ماهيش باش تتنحى تتوش كيما باش تبقى ماهيش تكلم يعني كها شوفوها ولا لا هي سي بون شفت شيء في سن قديش عملتها؟ 18 مازلت مراهقة على الاخر. من هكا اللي دخل المخك وقال لك برا عملها؟ والله لا مغرومة هذه الخلطة هذاك علاش هذاك علاش توا ماذا بينا ديجا تونس كامل قائمة على مسلسل الفلوجة واللي هو ينجم يكون بالنسبة لي أنا هو حجم مصغر من العيشة اللي احنا نعيشوا فيها الواقع نعيشوا فيه معناها تكره ولا تحب هذاك الواقع نتاعنا صراحة. ونوجه هنا للعبيد الكل الأمات والبيات الكل ماذا بيهم لا يرخوا لا يكبسوا ديما تكون الأم سيرتو الأم لازم ديما تكون صاحبة بنتها تكون صاحبتها قبل ما تكون أمها مش تعرف بنتها خاطر شوف ديما راهو الجيل توا مش كي جيل قبل جينا احنا قبل ماذا بيك ديما تعرف بنتك تعرف تفاصيل حياتها تعرف برشا حاجات الكبيرة الصغيرة قبل الكبيرة ذاك علاش شكون ما خديت موقف كيفاش معناها عم تتطور بالطبيعة خاطر ما كانش ما قلنا ما كانش سهل جملة تتقبل هذا خديت موقف ولا لا اي بالطبيعة خاطر أول حاجة خدمت وقت اي وي خاطر جملة معناها في دارنا حتى واحد معناها لا بوك وما كيف ماما ديجا قلت لها ما راني باش نعمل تاتوش أما بابا لا بابا أشهر أشهر ما يحكيش معايا أما سي بون ما عادش نعمل عملة كيف هكا قدرة معناها أنت توا نادمة نادمة أكيد نادمة في صغر ما كي جيت شاورت أختي راهي قالت لي ما تعملش راني سمعت كلامها أنا نعرفوا قيمة الأخوات بالضبط نرجعوا للموضوع الأخوي دونك صحيت وغلطة وتعدت وما عادش تعاود تعلمت منها تعلمت أكيد كان ما تعملش ما عادش تتعلم لكم كلمة الختام تابعوني على التيك توك تيك توك جات في ندى بالعربي وعلى الفيسبوك زيدا جات في ندى بالعربي على التيك توك جات في ندى بالفرنسي وعلى الفيسبوك جات في ندى بالعربي كهو انا ننصح العباد الكل واللي يتفرجوا فيا نقول لهم بالحق راهو اخوات ديما تبقوا اخوات بالحق معناها اهم حاجه اني تبدا عندك اختك اكبر منك واختك اصغر منك وكهو خليكم لبعض